استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الغش التجاري وبيع سلع منتهية الصلاحية وبهدف حماية صحة وسلامة المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط نحو 3 أطنان من مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة. كما نجحت الإدارة في ضبط نحو 3 أطنان مقطعات لحوم منتهية الصلاحية وقرابة 3 أطنان سلع غذائية متنوعة مجهولة المصدر، وذلك بمخزن بدون ترخيص تابع لسلسلة مطاعم بالقاهرة. كما نجحت في ضبط أكثر من 3.5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بحوزة مالك مركز بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة. الإدارة نجحت في ضبط أكثر من 1.5 طن من الأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة قائد سيارة بالغربية تمهيداً لطرحها بالأسواق ما يشكل خطراً على الصحة العامة، وتمكنت من ضبط أكثر من 12 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية، وضبطت 100 طن من السكر الحر غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أجولة بحوزة أمين عهدة بمخازن إحدى الشركات بسوهاج. ومع استمرار جهود الإدارة تمكنت من ضبط نحو 8.5 طن من الأرز والسكر بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مسؤول إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بالجيزة. كما استطاعت ضبط 20,000 عبوة سجائر مقلدة ومجهولة المصدر بحوزة قائد سيارة بالغربية. الإدارة نجحت في ضبط أكثر من 2 طن من الحلوى ونحو 3,000 عبوة مياه غازية جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج الحلوى والمياه الغازية بدون ترخيص بالإسكندرية. وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بمحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية، وضبط قرابة 3 أطنان من لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة. الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 4,000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بحوزة مالك شركة بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة، وتمكنت من ضبط 3 أطنان منظفات صناعية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة صاحب محل منظفات صناعية بالشرقية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.